عليك يا ماهر، خضتني. الله، انت رجعت بدري ليه؟ اصلي نسيت هدية محمود بيه. بس انت كنت بتعملي ايه عندك؟ لا ابدا، اصل الخاتم وقع مني وكنت بدور عليه. طب كنت بعتلي السواق، وانا كنت بعتلك الهديه بدل ما ترجع. لا ما كنتيش هتعرفي مكانها. وبعدين كمان اصلي عايز اوراق العطا معايا. بس انت يعني ما نزلتيش. اصل جاني صداع فظيع، قلت لعم احمد يعمل لي فنجان شاي. عارفه بقى الصداع ده من ايه؟ من كتر ارهاقك في الشغل. خلي بالك سهره بكره مهمه جدا. مهمه ليا ولا ليك؟ لينا احنا الاثنين. طب اوكي، هخش بقى اشرب الشاي قبل ما يبرد. امل، في حاجه؟ كنا رحنا لعبنا لنا بولتين بلياردو بدل الملل اللي احنا فيه ده. تسمي الهدوء والجمال ده ملل؟ يا راجل بقالنا ساعة قاعدين ما اصطدناش حتى ضفدعة. ما الصيد ده بقى رياضة الصبر. طب انا هصبر على ايه؟ انت سرحان في اللي بتحبها، انا بقى اخويا هسرح في مين؟ طب ما تحب يا اخي، في حد حيشك؟ اللي يسمعك كده يقول عليك فتك قوي، حبيت ونولت، ما عرفوش ان انت لسه في سنة أولى حب. عندك حق. عارف يا أدري، زمان كنا نتريق على أصحابنا اللي بيقعوا في الحب وبيضربوا الأخ. هو ده أول حب في حياتك؟ تقريبا كده. تريكة عيني لسه بتفك الخط. ما بلاش التريقة بتاعتك بقى. لما نشوفك يا سيدي لما تقع في الحب هيحصل لك ايه؟ انا كده ثابت مكاني وتمام التمام. ايه، خايف من الحب؟ الحب ده انا احب اسمع حكايات واسمع اغانيه اتفرج عليه في السينما، لكن احب واتعذب اهو ده اللي مش ممكن ابدا على راي الست ام كلثوم. صدقني يا ادري، الحب ده قدر مش بايدينا، عامل زي ضربه الرصاص اللي تجيلك من المجهول. بس اوعى تفتكر ان الحب ده عذابه زي ايه عذاب. لا، عذاب الحب اجمل عذاب ممكن تدوقه في حياتك. طب ممكن يلا بينا دلوقتي حالا وبسرعه. ايه فيه؟ هنروح مستشفى، انا حاسس ان انت مش طبيعي. تستني عليا شويه بقى لغايه لما افوق من زحمه الشغل اللي عندي. طب ايه رايك نخرج الليله نسهر؟ لا ولا الليله، حاضر. كمان عندك ايه؟ عندي عشاء عمل مع الجماعه الجايين من فنلندا عشان خاطر الموبايل الجديد. المهم قولي لي، تحبي احجز لك لبكره؟ يا سلام يا سلام يا 369. ايه ده ولد؟ ايه اللي ايه؟ طب امسك، هات العشرة. بص يا ولد اهو. الو، يا زينات، ازيك؟ عامله ايه؟
كده. طب انا هتصرف هتصرف، لا ما تقلقيش، انا ان شاء الله الصبح هكون عندك. سلام سلام. بقول لك ايه، اول طياره نزل القاهره الساعه كام؟ كمان ساعه من دلوقتي. كمان ساعه يا دوبك بقى. يا دوبك رايح فين؟ نازل مصر. مصر ايه يا عم انت؟ ده انت لسه واصل. نداء الواجب يا صاحبي. الواجب ولا نداء الحب؟ يا رزالتك يا اخي، نداء الواجب في معلومات مهمه عن مهرب الدهب. يا عم انا بقيتش عارفك حاجه، انت الحب عندك واجب والواجب عندك حب. ايه ده، ده ايه الفلسفه دي كلها؟ الله، ده انت المفروض كنت تخش كليه الاداب بقى مش كليه الشرطه. وانا صغير قالوا لي نفس الكلمتين دول. بقول لك ايه، انا عايزك تراقب الجو هنا كويس قوي لغايه ما ارجع. حاضر تمام يا فندم. أنا تحت لسه قدامك كتير. بونسوار. إيه مالك؟ بتبصيلي كده ليه؟ أعذريني غصب عني، بصراحة أنا مش قد الجمال ده كله. اتفضل. فعلا لأول مرة أحس إن أنا عايش. ياه، طب ما دام المكان ده بقى بيخليك تحس بالإحساس ده، يبقى تيجي كل يوم فيه. المكان ده من غيري يبقى زيه زي أي مكان تاني. المهم وجودك أنتِ. طب إشمعنى بقى الليلة دي حسيت بالإحساس ده؟ مش عارف، يمكن يعني عشان حياتنا كلها شغل في شغل. يمكن عشان حياتنا كلها بتدور حوالين الصفقات والمشاريع والمواعيد. حياتنا دي بتحكمها الارقام. تعالى كده بقى، انسان عاطفي قوي. اللي هو حد قال لك ان انا من غير قلب ولا ايه؟ اذا كان حد قال لك كده يبقى غلطان. يا بنتي ما عرفتيش غير جانب واحد مني. اسمحي لي اقول لك على حاجه، انا من اول ما شفتك وانت دخلتي قلبي على طول. شفتك عرفت على طول. عرفتي ايه؟ عرفت اني دخلت قلبك على طول. طب وانا؟ انت ايه؟ ما دخلتش قلبك. مش عايزه اكتب عليك، انا صعبه قوي اي انسان يدخل قلبي بسهوله. يا سلام. ليه بقى؟ لاني اتخدعت كتير، حتى الحب اتخدعت فيه. ازاي؟ عارف. يعني السنة الوحيدة اللي حبيته في حياتي جه واتخدوا مني. قصدك الدكتور وحيد؟ هو كان حبي الوحيد. حتى بعد ما مات؟ حتى بعد ما مات. أفهم من كلامك ده إن أنا يعني أنت الفرصة قدامك، حاول.
يمكن تقدر تدخل قلبي زي ما انا دخلت قلبك. المهم انك انت تساعديني. اساعدك ازاي؟ تقف جنبي، تخليني دايما في بالك، وشوفي انا ممكن اعمل لك ايه. هتعمل لي ايه؟ هخليكي اسعد انسانه في الدنيا، هعمل لك اللي ما عملوش راجل لا اي ست بيحبها. وانا ساعتها هعمل لك اللي ما فيش ست عملته الراجل دخل قلبها. شفت انا واقفه جنبك ازاي؟ انا بقى بخبرتي وبعلاقاتي هخليك اغنى راجل في الدنيا. ده اسعد كلام سمعته في حياتي. ممكن بقى عشان الكلام الحلو الجميل ده نقوم نرقص سوا؟ حنرقص.